بلجيكا جاهزة للانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثامن والختامي. جائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني للخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي، الفئة الأولى، عمر 4 سنوات فما فوق. نتابع الآن الدفاع الجياد 13 راس مشارك في هذا الشوط، ومحاولة من سبحان الشجاعة لخطف الصدارة بالشعار الأسود والأبيض للسيد حسن مطلول خيال سليم غلام، بينما المركز الثاني متابعة للمرزم مع السيد ناصر بن عبد الله العطية والمدرب حسين عاشور والخيال مارفن سيورلاند. الآن المركز الثاني لقسام والسادة أبناء عبد الله للشيخ الكواري والمدرب سعيد خميس والخيال بيير كوفرتينو. الآن محاولة تقدم والدفاع لملهب النايف، مرشح قوي لهذا الشوط من خلال السادة النايف ريسنج والمدرب يوسف بن الطاهر مهاود والخيال جيرالد أفرنش، ومتابعة أيضا من راسانة في المركز الخامس. نتابع أيضا فاروق في المركز السادس، ولكن لازلنا نتابع المركز الأول والصدارة مع السيد حسن مطوي والخيال سليم غلام. هنا آخر 600 متر، محاولة عند الانعطاف قبل الأخير باتجاه الانعطاف الأخير والخط المستقيم. لازلنا نتابع جائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني للخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي، الفئة الأولى، ومتابعة قوية لسبحان الشجاعة وأيضا قسام، يظهر أيضا المرزم في ثالث المراكز، متابعة من فاروق وأيضا من البقية الباقية. هنا المرزم ناصر بن عبد الله العطية والمدرب حسين عاشور، ولكن الدفاع الجياد عند الأمتار الأخيرة. هنا الأمتار الأخيرة، هنا اللحظات الخطيرة في هذا الشوط. ملهب النايف يندفع، ملهب النايف من سلالة عامر هو أبرز المرشحين، ملهم النايف يلهم الجماهير، ملهم النايف يلهم المضامير. هنا الفوز الكاسح والكبير في جائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني للخيل العربية الأصيلة. إذا تابعنا وإياكم مع أبرز الترشيحات مع ملهم النايف من سلالة عامر للزادة النايف ريسنج والمدرب يوسف بن الطاهر والخيال جيرالد أفرنش، يتألقون في نهاية هذا المساء، يبدعون في نهاية هذا اليوم من خلال هذا المدرب يوسف بن الطاهر مهاود والخيال جيرالد أفرنش. السادة النايف ريسنج يبدعون فعلا في الجائزة الكبيرة لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني للخيال.